الجبلية فرحة كبيرة لجماهير الأرقام الجوية بهذا الهدف، هدف التعادل. وحسين متولي محضر مراوغة للعبيد رفيع حريبات، هدف جميل في فريق اتحاد طنجة، يعني تسديدة على بعد تقريبا 35 متر من مرمى الحارس أيوب كرند. كرة عالق شباك، هدف جميل في فريق اتحاد طنجة وهدف التعادل لمحسن متولي، سيكون الواقع ديالو على جماهير الوداد يمكن أكثر جماهير اتحاد طنجة. الآن سعيد بهدف التعادل محسن متولي للرجاوي السابق.